صباح الخير. خريف سياسي على امتداد الوطن وضبابية المشهد خيمت من الحدود إلى قلب العاصمة. نطوي أسبوع من الأزمات العالقة لنبدأ أسبوع جديد من المراوحة والتأجيل. مشهد سوريالي عم بيتكرر بين البلد، بينما البلد عم بيتأرجح بين العجز والفراغ والكارثة. كل شيء مأجل حتى إشعار آخر، انتخاب الرئيس والنواب وإطلاق العسكريين والمي والكهرباء. الكل عم بيراهن على معجزة أو حتى تفاهم مولود من عدم، وخلف كل هالغيم ناطرين زخة المطر. سنة إيه سنة لا، هيك بتعطي شجرة الزيتون، ولكن حتى هالشجرة المباركة ما وفيت بمواعيدها، وحساب الحقلة ما كان على حساب البيدر. صرخة المزارعين كافية لتنقل واقع موسم عنوانه كارثي، وكلمة واحدة على لسان آلاف العائلات اللي بتنطر الغلة، السنة ما في زيتون. لنضوي أكثر على هالموضوع رح نبقى مع تقرير لزميلنا خالد أبو شقرة. آخر ما كان بيتوقعوا المزارعين هو زوال موسم الزيتون، فبعد سنوات من المعاملة والاهتمام أتى الموسم أكثر من ماحل، فالوضع وبحسب توصيف المزارعين يعتبر كارثي وغير مسبوق. فهالشجرة المعمرة والمقاومة لأقصى العوامل الطبيعية تبدو السنة بأضعف صورها، فهي صفراء وثمارها نخر الصوص، وما تبقى منها لا يصلح لاستخراج الزيت أو حتى صناعة الصابون. هلا السنة أكيد كتير تعبان، كتير تعبان، يعني لازم يكون الحص بهالوقت هيدا حجمه أكبر، بتشوف المجعور والزيتون ورقه أصفر، منه حامل كتير، نص على نص، وفي قسم مسويس كمان، يعني ضعيف الشجر، ما إجا مي لحتى يشد ويكبر الحص، بعدين لما نشفت الأرض رتكيف صار الحص يهر، لأن صارت دمية ما عادش تغذي. ما بقى في اهتمام بالزيتون مثل الأول، سابقا كانوا يهتموا بالزيتون، يهتموا بالأرض كذا، اليوم بينطروا بس سعر الأرض دايماً يرتفع، ما بيهتموا شو بتنتج الأرض. كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون. كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون. أكثر من عامل اجتمعوا ليقضوا على موسم الزيتون، حيث من المتوقع أنه ما يتجاوز حجم الإنتاج 5% مقارنة مع مواسم متوسطة الإنتاج. وإذا كان للطقس والتحولات المناخية الأثر الكبير على الزيتون، فإنه رئيس بلدية الغابون المزارع أكرم أبي حسين بأكد أنه عدم خبرة بعض المزارعين وغياب اهتمام الدولة بيوازوا بأضرارهم أضرار التحولات المناخية. هلأ في عوامل كتيرة، أول شيء العامل الطبيعي، في تغيير بالطبيعة، يعني ما كنا نلاحظ هالشوب القاسي أو هالبرد القاسي اللي صار عم يجي إسا بالوقت الحاضر. مثلا كان يجوا الكوانين شتي وتلج ويعملوا قاعدة بالطبيعة، وهي الزيتون شجرة بعل مش شجرة مي، فاضطرت العالم تسقي أحيان بالصيف، كمان هذا بيضر، ما لازم يسقي الزيتون. زائد ذلك في مرض، صار في أمراض، العين الطاووس السوسي هاي اللي عم تجي، ومش قادر المزارع يقوم بكل هالأعباء. خسائر بالجملة من المتوقع أن تصيب المزارعين، حيث بيمثل قطاع الزيتون عصب الزراعة الرئيسي ومورد رزق لمئات العائلات اللي بتعتمد على إنتاج وبيع الزيت والصابون. إضافة أنه اللي كانت تعتمد على موسم الاصطياف وانضرب، فعنده مشكلة كبيرة صراحة، مشكلة كبيرة. تقريبا عندي شيء 10-12 تنكة أنا تقريبا بالسنة، السنة ما فيش بالمرة مثل شلافة عينك، ما في شيء، ما في شيء، يعني تنكتين حتى بيعرضش فرطهم، يعني كنا نطلعنا 10 تنكات السنة، أنجح يطلع تنكتين. نحن كنا مستعدين أنه كل سنة نحن نشيل زيتون، نشيل زيت ونشيل كل شيء نحن من الأرض وكل شيء، نحن الحمد لله يعني مشتغل بالزراعة وكل شيء، لقينا السنة ما في شيء،
هنا اتكالنا على الزيتون، اتكالنا على الارض، اتكالنا على كل شيء، يعني مش عم نتوفق بشيء. هلا طبعا هذا الشيء رح ينعكس سلبا كثير قوي، لانه هود الناس اغلبهم بيعتمدوا يا يعني بيكون وظايفهم ذات دخل كثير محدود، وبيعتمدوا على هذا ليكون الاكسترا انكم، يعني هالمدخل الاضافي اللي بيقدر يامن لهم هالعيشه الكريمه او المسطوره مثل ما صرنا نقولها. فبما انه هالعيشه المسطوره هلا عم بتخف، أكيد رح يأثر سلبا كتير. ليس فقط خسارة الموسم هي ما يقهر المزارعين، إنما أيضا خسارة أثمان الأدوية ومئات الساعات من العمل المضني والشاق، وهو واقع عم بيؤدي بكتير من المناطق لقطع الأشجار وهجرة الزراعة والحقول. كاين رق وحنون أو ماين عالغصون، وإذا هلأ حبك غير ريتو عمره ما يكون، ريتو عمره ما يكون. قافلة من الشهداء قدموا حياتهم، دماء وحتى حياة عائلاتهم دفاعا عن الوطن. 24 سنة على اغتيال داني شمعون، إنغريد، طارق، جوليان شمعون، بجريمة أقل ما يقال عنها بأن مجزرة بحق عائلة بأكملها. وأحياء لذكرى استشهادهم رح نتوقف عند الاحتفال يلي نظمه حزب الوطنيين الأحرار بالمعهد الأنطوني، جمع عدد من السياسيين والحزبيين، وتقرير بيعطينا كل التفاصيل. نستشهد داني شمعون لأنه هو كان حقيقة قوة صلبة اتجاه كل الوجود الغريب على الأرض لبنان، مثله مثل الشيخ بشير جميل، مثل الرئيس رفيق الحريري، هول سقطوا من أجل حرية لبنان وكرامة لبنان ووحدة لبنان وديمومة لبنان. ومثل ما قالوا الرحابنة بنكمل باللي بقيوا. أربعة وعشرين عام مروا ولم ينسى أحد ذكرى داني وزوجته إنغريد وأطفالهم الصغار. هالعائلة الشمعونية اللي استشهدت عام 1990 لا تترك خلفها وطنيين أحرار، ولا إنه شهر تشرين الأول أبى إنه يكون علامة فارقة برزنامة الوطن، أرادت المنظمة الطلابية بحزب الوطنيين الأحرار الوقوف عند تاريخ 13 تشرين أول، فأقامت حفل خطابي بمناسبة ذكرى استشهاد داني شمعون وشهداء تشرين أول 1990، وذلك بالمعهد الأنطوني ببعبدة. كل شخص آمن بسيادة لبنان قتلوه، من كمال جنبلاط، بشير جميل، داني شمعون، وكل الشهداء يلي سقطوا بفترة الحرب وما بعد الحرب. شو في أصعب من الاحتلال اللي كنا عايشين فيه؟ فترة كمان احتيال على القضية وعلى السيادة. الحمد لله أن طالما في مثل حزب الأحرار ومثل كل 14 أدار القضية مستمرة. خسرنا رئيس داني، نحن من وراء في إهمال، وفي كان عصابات مرة عصابات عملوا مؤامرة وخسرناه، وهيدي خسارة كبيرة على البلد ولقلنا. نظام كان عم مهيمن على لبنان وعم يوصايا غايبة هداك الوقت، يعني بقصد النظام السوري، بعده لحد هلا عم يحاول انه يخلق فتح بلبنان لانه هو على طريق الزوال. نحصن حدودنا، نحصن الداخل ضد كل شيء عم يجينا من الخارج. كل الناس يلي ذهبت شهداء وعلى رأسهم طبعا الرئيس رفيق الحريري، لو بقيوا أكيد ما كنا وصلنا لهم. هي المسيرة مستمرة أكيد ما وقفت، ولازم بالعكس وقت بصير في حدث من النوع لازم نشد أكثر بالمسيرة، لأنه على القليلة حتى ما يروح دم ضيعان. افتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، فوقف الحضور أمام المسرح لزين بصورة للشهيد داني شمعون وعائلته، أما الحضور فضم فعاليات رسمية سياسية إعلامية وبعض أصدقاء الشهيد لاستذكروا بعد 24 عام خبر الاغتيال وكأنه حصل بالأمس. أنا كنت بحمدون وتلقينا الخبر بكل فاجعة، لأنه شخص ما فيش مثله بقى، ما في
كان عنده علاقات مع كل الأطراف. مثل داني ما في كتار، قليل كتير يعني، يمكن بينعدوا على الإيدين اللي فيك تلاقيهم بجوز بالمجلس بيطلع منهم شيء. لبنان تاريخه القديم والحديث انبنى على الشهادة، نحن مستمرين ندل شهادة على طول ما هو لبنان من ألف سنين لبعد ألف سنين. هالتضحيات بدها تستمر مع الباقيين لأنه قضيتنا كبيرة، بالأخص بهالظروف اللي عم يجتازها المنطقة وبتنعكس على لبنان. يعني طالما في قضية، طالما بده يضل في شهداء، نهار اللي بنوصل للحرية اللي مطلوبة إن شاء الله بطل في شهداء. معركة طويلة، المعركة طويلة للأسف، ومثل ما قلت لك إذا وقعنا نحن أولادنا رح يكملوا. كلنا إيمان. ومتابعين حلقتنا، ولكل الأشخاص اللي بيحبوا البندق أو الشوكولا بالبندق، لازم نعرف أنه ربع منتوج البندق من تصدير تركي، واليد العاملة هي الجزء الأهم بهالموضوع، خصوصا وأنه شروط العمل أكثر من ممتازة. تفاصيل من تبع سوا بهالتقرير. ربع منتوج البندق بالعالم يزرع ويصدر من تركيا ومن شمال تركيا قرب البحر الأسود تحديدا. موسم القطاف وصل والعمال بيتوجهوا صباح كل يوم إلى الحقل، بياخدوا الحبات اللي وقعت على الأرض أو بيهزوا الشتلة لتوقع الحبات. العمال رجال ونساء، وصاحب الأرض أمن لهم منامي وساعات العمل معقولة وفترات الاستراحة محفوظة. الأهم، ممنوع الاستعانة باليد العاملة القاصرة. صاحب هالحقل اسمه أزار أكباسلي، مرشح لينال جائزة UTZ، وهي شهادة تعطى بقطاع الكاكاو الشاي والقهوة، بتقول أنه المنتوج جيد والأهم أنه ظروف العمل ممتازة. يعني إذا أكلنا لوح شوكولا بالبندق لازم دايما نتذكر اليد العاملة. هل تؤمن بالحب من أول نظرة؟ هذا هو السؤال يلي طرحناه على الناس، إذا إيه أو لا منشوف بهالتقرير. بأمن بالحب من أول نظرة؟ إيه أنا؟ يعني شي 20 مرة. إيه معلوم، إلي 46 سنة. من أول نظرة. أول نظرة أنا إيه شفته، إيه دغري حبيت. الحب ما بيجي إلا من أول نظرة، مش ممكن يعيشر كتير تيحب، بحب من أول نظرة الإنسان. أنا حبيت من أول نظرة. إيه في منها. لا، لازم واحد يختبر ويعرف، لا يشوف العقلية كيف، لا يشوف الممشى كيف، لا يشوف هيك، لا بلا نظرة، هاي النظرة ما بتمشي واحدة، ما بتكفي. حتما أنا عطول بنعجب وبنغرم، كل ما أشوف مرة حلوة بنغرم فيها. أنا يوميا مغروم بحدا، بس بدك مني غرم فيه، بس شفت كيف؟ الحياة هيك إلا حب، ما بتحب مني ما في حياة، يعني حب المرأة ما بيعلى علي يعني. عم تقولي الحب أول لا، بدي يكون في تفاهم، لا إنه ما راح مثل رومي جوليت شوفها وقع تحت البلكون يعني. مش هيك عمو؟ لا مش هيك، بس طبعا بده ياخذ لواحد ويعطي مع التاني. عم بتصورني؟ لا على الفيوتشر اي ساعة. مين بك تحبي؟ بدي حب بنت الجيران، واحدة من القرايب، كان نستاجي نروح شمال او يمين او يهون، لا تطلع بوجنا، لا انت احلى واحدة طلعي على الزواج. ايه ليش ما بتأمني بالحب من اول نظرة؟ اذا شفتي شي واحد حلو مرة على الطريق ما بتقولي يا الله شو حلو؟ وخلص انا زوازت بال14 شمو لدو. بس يرف قلبك بكون علقتي وخلص، لا تبحثيش اكثر من هيك، بس يرف قلبك مش عينك، بس عينك تشوفه قلبك يدق تبقي انت. ليك انا مش كنت بحب عوام، بحب عوام ما بس كنت معين حلوين تحبون. ايه اكيد، ايه نظرات. هلا ستوب من زمان، هلا بعنا عزابي بس ستوب، يعني عم نفتش. لا لأنه بدنا نشوف شو فيه بالقلب. معلوم
معلوم. أول مرة دغري. ما في حب أول نظرة تجليط هيدي. هيدي حلوة بتجنن. إيه هيك بس. أكيد بأمن بالحب أول نظرة. إيه أكيد، لأنه بالحب فيك تعملي كل شيء. أنو الحب بعد في حب؟ في مصلحة، ما في حب. ما بحبه، ما مالون أمين. رجال ما قالون أمين. أنا 37 واحد خطبت رسمي ورديت الخطبة سامعة. بعد 37 واحد تحبيت جوزة أخذتها. 37 عريس. بس كنت حلوة. يقولولي يقولولي فاتن حمامة، قالون بعض ناقص. أنا أحسن من فاتن حمامة، ما تشبهوني إلها. يي هلا بدي اطلع بالتلفزيون انا. ايه فاتن حمامه. على كل حال، على كل حال، الدنيا كلها نصيب شريف، ما بتعرفي كيف النصيب بيصير.